السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقة بنقدم لكم وصفة طبيعية خاصة بالأخوات لكي يطيح لهم الشعر ديالهم بزاف. هذه الوصفة هذه طبيعية وما فيهاش شي مواد كيميائية. قبل ما نتكلم لكم على الوصفة ديال اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناتي وصفات أمينة لأول مرة، كنتمنى منهم يشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو في هاد الوصفة ثلاثة المكونات. المكون الأول هو العسل النحل الطبيعي، ممتوفرش عندي وني لابد أختي ما تستعمليه في هاد الوصفة. المكون الثاني غادي نحتاجو زيت الزيتون، وفي المكون الثالث غادي نحتاجو القرفة بودرة. بالنسبة لطريقة تحضير هاد الوصفة، غادي تاخدي أختي مثلا كأس صغير من زيت الزيتون مع جوج معالق صغار ديال العسل النحل الطبيعي مع معلقة ونصف ديال القرفة. هاد المقادير بالنسبه للاخوات اللي عندهم الشعر ديالهم متوسط ماشي طويل بزاف، واللي عندها الشعر ديالها طويل يمكن ليها تزيد في هاد المقادير هادي. مثلا تزيد المقدار ديال معلقه في كل مكون. بالنسبه لزيت الزيتون ماشي مشكل، ممكن اختي تخلي كاس صغير من زيت الزيتون فهو كافي حتى بالنسبه اللي شعرها طويل. غير عسل النحل الطبيعي غادي تزيدي معلقه اخرى. وبالنسبه للمكون ديال القرفه عوض معلقه ونصف غادي ديري اختي جوج معالق. هاد المكونات اختي غادي تخلطيهم مزيان حتى يندمجوا، وغادي تحصلي على واحد الماسك اللي غادي تدلكي به فروه الراس ديالك. هاد الماسك اختي بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو، بالنسبه لطريقه الاستعمال غادي تفركي به اختي الجلده ديال الشعر ديالك، ومن بعد اختي غادي تخلي الشعر ديالك تغطيه لمده ديال نصف ساعه بالزيف. خاصنا ما نفوتوش هاد المده هادي ديال نصف ساعه، حيت هاد الوصفه هادي غادي تلصق لك على فروه ديال الشعر ديالك. هاد الوصفه هادي غادي تبقاو تستعملوها جوج المرات في الاسبوع، ومن بعد الاستعمال الثالث ديال هاد الوصفه غادي تلاحظي اختي بلي الشعر ديالك ما بقاش كيطيح بزاف كيف الاول. غير خاصك اختي هاد الوصفه تداومي عليها مع شويه ديال الصبر، وغادي تعطيك النتيجه اللي بغيتي. حيت هاد الوصفه هادي ما غاديش تعطيك المفعول ديالها من اول مره، على الاقل اختي استعمليها ثلاثه المرات فما فوق اكثر باش تلاحظي النتيجه ديال هاد الوصفه هادي باذن الله. والشعر ديالكم ما غاديش يبقى يتساقط بزاف حيت هاد الوصفه هادي فعاله وكتعطي النتائج ديالها 100%. الى تبعتي اختي وصبرتي عليها واحد شويه غادي تطبقي هاد الوصفه هادي على الاقل جوج مرات في الاسبوع، وغادي تشوفي باللي النتائج ديالها مزيانه بزاف. مهم اخواتي كما شفتوا معايا هاد الحلقه هادي كانت خصيصا بالنسبه لواحد الاخت اللي طلبت مني هاد الوصفه ديال العلاج ديال تساقط الشعر بهاد المكونات الطبيعيه. هذه اليوم وصفه خصيصا بالنسبه لهاد الاخت. كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، واذا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي ودعموني بلايك. وبالنسبه للاخوات والاخوان اللي مازال ما شاركوش كنتمنى منهم يشتركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى حلقه اخرى والى اللقاء.